شايف يا هندزة؟ الشرخ تدخل ايدك فيه لمؤاخذة تجيب اخرها، ده غير انه ممكن يخبي بلاوي عرس وفران وتعابين، ده غير انه ممكن يقع على دماغتنا واحنا نايمين. يرضيك برضك يا هندزة يقع على دماغتنا واحنا نايمين؟ لا طبعا ما اخدناش. يبقى خلاص تفقع علينا تقرير حلو زيك كده يتقال فيه ان البيت لازم يتنكس في التو وفي الحال عشان ارواح الناس. يا دي كسوف، ما لحقناش نعمل شاي ولا نجيب ساقع. والله ولا حاجه ساقعه ولا شاي ولا اي حاجه. البيت باين حالته اهو، وما تقلقيش هعمل لك التقرير اللي انت عايزاه بالظبط بعد اذنك. اتفضل، خطوه عزيزه، ده احنا زرنا النبي والله. كي دلع الزال انا من يومي. ايوه اسماعيل باشا، النيابة طلبت رفع مراقبة التليفونات على محامي أيضا بطالب وأبوها وصديقاتها المقربين. يا فندم، القرار بيقول لعدم جدول المراقبة الفترة اللي فاتت والمراعاة الخصوصية الشخصية. كمان المحامي بتاعهم قدم طلب رفع التحفظ على ممتلكات المطالب السنهوري من امبارح. شكل النيابة هترفع عنه الحظر فعلا. الأمر معليك. مع السلامة. اجمع لي الأمنة المكلفين بالمراقبة في القضية الزفت بتاعت هيدا أبو طالب. توجيهات سعادتك يا باشا، ثواني ويكونوا قدام معالي. صباح الفل يا ست الكل. ايه مش فاكراني؟ انا اللي مؤاخذه جبت الكوريا الحكومه. طيب خير؟ والله ما كنت اعرف انك موجوده، ولا كنت اعرف ان كوريا المحفشه دي عندها قريبه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميك ويحرسك من العين يا حلوه. وبعدين؟ ابدا، انا كنت بقول يعني انك فرس، فرس عربي ما يقدروش غير الراجل اللي بيفهم في الحريم وفي الخيل، يقدره ويدفع ثمنه. وماله مسيرك يا لحمه تجيني على المفرمه؟ يا واد عامل ايه؟ ما بطلش حمام ولا ايه؟ الو. ايوه باشا، مفيش مراقبه تليفونات، النيابه شالتها. امتى؟ معرفش، من النهارده ولا بكره، بس اللي اعرفه ان النيابه شالتها، وياسر بيه هيجمع الامره دلوقتي وهبلغك برضه. تمام يا باشا، تأمرني بحاجه تانيه كبيره. شكرا ابو فضل. قلت لها العمود بتاع البيت هاجر، هقول لها ايه يعني؟ يا نهار ازرق، وهي عملت ايه بس يا جبتاكي؟ خدت الكلمه وهي مداني ظهرها ونزلت، ما شفتش وشها لحد دلوقتي. ما انا قلت لك ابعد عن سكه نوال، نوال دي سكتها شمال الشمال، ومن الاخر كده هتعمل لك عور. فكك انت بالحوار ده، انت عامل ايه مع البت هاجر؟ انا صاحبي مش عايز اقول لك، مش عارف انا ايه، ولا بالصبح ولا بالليل. انت مالك قلبت على هاني شاكر كده ليه؟ انت هتفقر يا سوكا، هي عشان ممرضه هتموت فيها. استنى يا سوكا، انت لسه قد الدنيا هتضحك لك، استنى عشان ما ترجعش تندم انك ما خدتش من جديد. لا يا صاحبي، انا مش هبقى زيك، حتى لو بقيت احمد عدويه في زمانه، انا عايز واحده تحبني واحبها وتخلف لي عيل كده يملى عنها البيت. من الاخر بقى صاحبي، انا مش عايز ابقى زي الرجاله اللي متملاش عينهم غير التراب. فلسف، اتفلسف على امي اتفلسف. انا بقى سوكا فككني من الهبل بتاعك ده قوي. انا لا عايز شهاده ولا عايز واحده اتجوزها ولا عايز شهره. امال عايز ايه ان شاء الله؟ انا عايز اقتل ابراهيم كبداكي واصلي عليه جنازه وادفنه وابقى ابراهيم باشا، اللي يخش اي مكان يا سوكا الدنيا تتقلب والورق يترمى تحت رجله ميات ومتنات وادوس عليها بجزمتي. يعني هو بيشتغل ايه يعني غير شغلانه مغني بس؟ هو بيغني بس. يعني ايه بيغني بس؟ هي دي شغلانه بتاكل عيش يعني، بتفتح بيت يا بنتي؟
بص يا حاجة انا هفهمك، هو دلوقتي مغني صغير بيغني في الافراح وكده، لكن ان شاء الله يكبر ويبقى حاجه تانية خالص. بصي بقى يا بنتي، انا بصراحه كده لا عاجبني اسمه ولا عجباني شغلانته، والله اعلم بقى يعني اذا كان هيكبر ولا هيفضل زي ما هو كده. والله عندك حق، انا ما بكسرش من مقاريفك، بس انا لو من اخوكي فواز ده خلوا روح اشتغل الاول بعدين تعالى تقدم. ليه هو تقدم لك كده على بلاطه؟ لا خالص لسه. طيب خلاص، لما يبقى يتقدم يبقى احنا ساعتها نقعد قعده تانيه زي دي، وساعتها هنفكر هندخله على فواز اخوك تاني ازاي. الاستاذ بيسال على الداده انتصار، هنشتغل سكرتيريا للفراشات كمان؟ لا 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 مؤاخذه، لا مؤاخذه. انا عايزه اسال الست نوال مرات جزار الحته المعلم سلومه، ايه اللي بينك وبين خطيبي؟ اللي بينها وبينه يخليها تستعفى جوزها وتطلع لخطيبه وهو عازب وعايش لوحده بعمود الاكل؟ اللي بينك وبين خطيبي ابراهيم يا نوال؟ يا نوال انا نوال يمد ايده عليا ويفتح لي دماغي قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. عملت ايه يعني وعشان مين؟ عشان طلعت لابراهيم ووديت له اكل؟ طب ما هو جارنا وابن حتتنا ومتعور. عملت ايه يا موسوك؟ انا كفرت ولا كفرت؟ مش الواجب كان هو اللي يطلع له بحتتين لحمه ولا رغيف حواوشي؟ ماشي يا سلومه، ما هو لو كان راجل كان جاب كوريا دي من شعرها وعمل اللي ما يتعامل معاها، ولا كان اتخانق مع ابراهيم ولا شكري. لكن ده مش راجل يخاف منهم فالح يتشطر عليا انا بس. بطلي بقى زعط ومعط، من الاخر كده ده راجل واطي وما عندوش اصل. وعلى راي المثل يا بيت، العيط في الفايق نقصان من ايه؟ من العقل. وانت اساسا متطلقه منه بالثلاثه، مش رامي عليكي يمين الطلاق بالثلاثه؟ لا تعتبيها ولا تخشي فيها. وبعدين يا حبيبتي انت لا مخلفه منه لا عيل ولا تايل، يعني لا ليكي عنده ولا هو له عندك، خالصين. يا دكتور يا دكتور. أيوة. يا دكتور احنا هنمشي امتى يا اخويا؟ احنا هنا من ليله امبارح تعبنا بقى. ما تقلقيش، هي حالتها مش خطيره، بس هي عشان نزفت امبارح فاحنا على انالها محلول، اول ما يخلص ان شاء الله هنطمن عليها وهنخرجها ان شاء الله. طيب يا حبيبتي انا همشي بقى، علشان انا خلاص تعبت طول الليل قاعده، القعده السودا ده اهي رجليا جرمزت، جيت افكها مش عايزه تتفك بزراجين، وانت حضرتك نايمالي على السرير ابو مرتبه حلوه دهيت، وحاسه بنفسك كده انك اميره. ايه يا اختي في ايه؟ ما هو انا عشان بنت اصل دماغك اتفتحت جيت معاكي ولوحدي، عشان انا بنت اصل ومحدش سعرك، وبنت معاكي ومحدش عبرك. ايوه عشان انت اصلا محدش بيقبلك بهب والنفس، والله العظيم الحارة كلها ما بتطقكيش يا دي البت، عشان انتي ما انتش عاملة لنفسك حبيب، مكرها فيك الدنيا كلها يا شيخة، حرام عليكي. فوتك بعافية يا قلبي، انا عملت اللي عليا ونط وازح والله العظيم. سلام عليكم. وديني وما اعبد لكون مفرجاك يا سلومة انت وكوريا. خلص يا انتصار، المدير يعدي دلوقتي عايزين نخلص قبل ما يجي. يلا. السلام عليكم يا حاجة. عليكم السلام يا ابني. مالك يما، تعبانة ولا حاجة؟ لا الحمد لله نحمده. طب بقول لك ايه، ما شفتيش قبل هاجر؟ هشوفها فين؟ ما شفتهاش خالص النهارده. يعني ما تعرفيش عندها نبطشية النهارده ولا ما عندهاش؟ انا ست غلبان بكنس وامسح، ايش فهمنا انت؟ يما كلنا غلابة، متشكرين، كتر خيرك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، انت ايه انت؟ ازاي تدخل اوضه الممرضات بالمنظر ده؟ انت ما تعرفش انها اوضه حريمي؟ خلاص خلاص يا ابني، ولا حريمي ولا رجالي. سلام عليكم، حد خلع راسه هنا؟ يجازي شطارك، انت عاوز ايه؟ انا بدور على ابله هاجر. وعاوزها في ايه بقى ان شاء الله؟ قريبها ولا ايه نظامك؟ ابن خالتها، ابن عمها، المهم هي فين عشان تدي الحقنه لامي، امي ما ينفعش حد يديها الحقنه الا ابله هاجر. ربنا يشفي يا اخويا، ابله هاجر ما جاتش النهارده وتليفونها مغلق. وانا عملت لها غياب بدون اذن. ويا حضرتك متعوده يعني تغيب كل يوم كده؟ لا دي اول مره، بس انا هخصمه لها، دي لسه اسمها مكتوب بالقلم الرصاص لسه ما اتثبتش، وبقول لامك تكلمها وتوعيها تشوف شغلها كويس. خلاص يا ابله خلاص. لا
ده الواد سوق ابني ولا سوق تعالى اهو. انت ايه اللي جايبك هنا ولا كنت بمر على المرضى انا اشوفهم عايزين حاجه ولا بتاع. تمر على المرضى يا كذاب. اتفضل يا خال. اهدى اهدى فيها كل. يا نهار اسوخ يا هد المرار الطافح. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت اتهبلتي ولا ايه؟ انت كده بتخربي على نفسك. مين البت دي اللي عايزه تخرب البيت علينا؟ ها؟ انا عارفاها. انت هتوديهم له خال ولا انزل اديهم له انا بنفسي قدام امه العلال الله تاني؟ يا بنتي مش كده عيب. انت تعرفي ابراهيم ده من يوم ولا يومين؟ ابراهيم ده بقاله سنين عايش وسطينا. وبعدين هم عشان كلمتين فارغين سمعتيهم، امال لو شفتيهم كنت عملت ايه؟ هو خلاص كلمتين تفين كده تقولي خلاص اتفضل مفارقين. خلصت يا خال. ما خلصتش. لا خلصت، هي دي بقى الغلطه ام فور، هو كده جاب اخره معايا خلاص، خلصنا، كده هو ياخد سكته وانا ليا سكتي. طب بقول لك ايه؟ كفايه اللي انت عملتيه امبارح في الحاره، وبعدين هايدي هانم دي مش غريبه. الحاجات دي ترجع بعدين وناخد رايها. ايه رايك يا هيدا هانم؟ ترميه طبعا، هما الرجاله كلهم كده غدارين ووحشين، وكويس انك كشفتيه قبل ما تتجوزوا. مالهم الرجاله يا اخي؟ رجاله احسن ناس. عاجبك كده؟ حشرت لي سندس والست الهانم بتاعتك في الموضوع، وبعدين مش غريبه ايه؟ دي حاله واحده مستاجره عندي اوضه، بتحشرها في خصياتي ليه دلوقتي؟ بقول لك يا خال هات الدبلتي؟ هات الدبلتي، انا هنزل اقدم له بنفسي، انت هتعمل لي فتحه ونصبه يا اسامه منير، ما تلخ. بقول لك ايه اقعدي؟ مين منير ده؟ قوم يا كوريا غير هدومك وانزل واكل عيشك، احنا مش فاضيين الكلام الفارغ ده، وانا الحاجات دي بعدين بوديهم. اسمع يا واد انت، ما اقول لك اسمع، تعالى هنا. ايه يا سندس؟ تعالى هنا خد الدبله دي وتروح لسعد قول له امك بتبوسك من هنا ومن هنا، ها؟ وخد الدبله دي اخطب بنت حلوه قول له عايزاها تكون حلوه وبيضه زي البت دي، شوف بيضه شعرها طويل ان شاء الله. هو هيتجوز من البنات الحور ان شاء الله. لا انا مش عايزه بنات الحور. اوكي يا حبيبي حلوة قوي. دي أقل حاجة. بس حلوة قوي يا مروان. ايه يا نوال؟ ايوه يا ابراهيم. في ايه؟ الله مالك بتكلمني كده ليه؟ الحق عليا اني بكلمك يعني؟ خلاص يا نوال انا مش فاضيلك. بسال عليك عامل ايه بعد العمليه بتاعتك؟ تمام الحمد لله خير. انا سلومه كرشني وحلف عليا بالطلاق ما انا داخله له بيت بعد ما مد ايده عليا قدام اللي يسوى واللي ما يسواش، واخره المتمه قال ايه؟ عايز يتجوز عليا. يتجوز؟ يتجوز مين؟ وانش عرفني يا كبداكي، هو انا في مين ولا في انه هيجيب لي ضره؟ طب وانت عايزاني اعمل ايه دلوقتي يا نوال؟ اروح اقول له ما تتجوزش على مراتك اللي خطيبتي قفشتني معاها؟ لا يا هيمه، انا عايزه اوقع يمين الطلاق واسيب سلومه وابيع سختي وناخد شقه قانون جديد في ايوتها حته غير الحته النكسه دي. ونتجوز انا وانت. نتجوز؟ انت اتعطلت يا نوال؟ يعني احنا لما نتجوز هنعمل ايه اكتر من اللي بنعمله؟ بقى كده يا ابراهيم؟ بتوديني النص البحر وتسيبني متعلقة؟ أنا لو وديتك ولا جبتك يا نوال فاقد الشيء بيدور عليه، أنت اللي دماغك مودياكي وسايقة العشم قوي، وكل مرة يا نوال بتوقعينا في نصيبة أكبر من اللي قبلها، أنت فين؟ في الميضة بتاعت الجامع، كنت في الجامع واستحرمت أكلمك. جامع؟ أنت هتتوبي يا نوال ولا إيه؟ يبقى ادعي لنا معاكي، سلام. أم سوكة
أمو سوكة. مين؟ مساء الخير يا أمو سوكة. أهلا مساء الخير عليك يا أخويا، ازيك يا سلوم؟ الحمد لله، معلش احنا تعبناك اليومين اللي فاتوا ده في موضوع نوال. يا أخويا ولا تعبتني ولا حاجة، تعبكم راحة. على فكرة أنا جايب لك معايا حتتين لحمة، حتتين موزة يستاهلوا بقك. موزة؟ النبي أنت راجل أمير، طول عمري أقول عليك كريم وصاحب واجب. عاوز ايه بقى يا نوال؟ فين دلوقتي نوال؟ نوال انا اديتها للشيخ ناصر عشان يبيتها في الجامع غلبان. على فكره ان كل كام يوم كده هجيب لك حتتين لحمه زي دول. ايوه بس ليا عندك طلب صغير قد كده. يا اخويا انت تؤمر، طلب صغير ده انت تطلب عيني يا دول. قول قول عاوز ايه. طبعا انت سمعتيني وانا بقول ان عاوز اتجوز. ها حقك. الله ده انت راجل والراجل له أربعة، انت يا دوب استهلكت واحدة بس، فاضل لك التانية والتالتة والرابعة. المشوار في أوله. من عايزك بقى تليني دماغ العروسة. ألين دماغ العروسة؟ طب هي العروسة تبقى مين يعني؟ جمالات قريبة كوريا. جمالات يا اخويا، هو انت كنت عرفتها امتى وشفتها امتى؟ ده لسه جاية يا دوبك في الحارة وبلاش كام يوم. الله، امال انا جايلك ليه يا ابو سوك؟ عشان تلياني دماغ العروسة وتفهميها ان المعلم سلومة من كبارات الحتة، وان هبسطها واريحها وكل طلباتها مجابة، وكمان بالمرة تعرفي قصتها وتعرفي قرارها ايه. هديتك عندي يا ابو سوك جلبية وجزمة وبروكة. يا اخويا هات لي موزة. وماله موزة؟ موزة اتفضل يا شيخ. يا اهلا نورتنا وانستنا والله، اتفضل. يا ساتر اتفضل. يا ساتر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخباركم شحوالكم؟ عساكم بخير ان شاء الله. الحمد لله. من دول يا شكري؟ ده الشيخ عثمان اللي في الخليج، اخو اللي كان متجوز جمالات بنت اختي، ودول اولادها وجايين يصلحوها بكلمتين يعني. لا ده انا لازم اجي اسلم عليه بقى. لا معلش اصل الست يعني ام سوكة. لا حضرتك بتشتغل فين بقى استاذ فواز؟ انا بقطع تذاكر في مستشفى بوريش. اها ما شاء الله، ده العيله كده كلها في وزاره الصحه. وعلى كده ليك مين بقى في بطن البقره كنت جاي له ليله الفرح؟ واحد معرفه كده تبع العريس. وكان نصيبي الاسود اروح عشان الاقي اختي واقفه ماسكه اي شاب هناك. شوف يا استاذ فواز، انت ما تعرفنيش بس اسال عليا معرفتك ده اللي في بطن البقره. قول له مين هي اللي استقر الكوافير، هقول لك مجدع وبميت راجل، لا اعرف العوى ولا ليا في الشمال. انا من قيمه حبه كده خطيبي دخل المستشفى، كان عامل حادثه يعني، وكانت بتشتغل فيها المحروسه اختك، وانا كنت معاه. الصراحه بسم الله ما شاء الله، ادب واخلاق وبتاعه شغل، شغيله شغل شغل يعني، طول النهار راحه جايه راحه جايه، اللي شوفها كده يقول مديره المستشفى. انا الصراحه مني ما حبيتها وبقت صاحبتي كده اهو. خدها مني كلمه، اختك دي اشرف من الشرف وبميت راجل بشنبها، بس احنا برضك يعني كلنا في النهايه بشر، اكيد بنغلط يعني، اعتبرها بكعبله، ده متكعبله مش بموت. والست دي زميلتها في المستشفى كده، تقول لها ان فاضل لها شهر وتتثبت في الشغلان، واختك بتحب شغلها، حرام عليك اما تحرمها منه يعني عشان غلطه مش هتتكرر تاني. ولا ايه يا هاجر؟ اللي اخويا هيحكم بيه انا راضيه بيه، هو مربيني وعارف. للاسف ما عرفتش اربي، كنت فاكر ان انا مربي راجل ممكن اتسند عليه لما اقع، لكن الضلع لا وجعوك تيجي تعدله ينكسر. تربيتك في محلها يا اخويا، اختك ما غلطتش ولا هتغلط، وبعدين احنا مش حمل قطع الشغل ده، احنا بنحط القرش على القرش عشان يمشينا. انا مش هقطع يا هاجر عشان اقول هم مصاريفك. قطع لساني لو قلت كده، والله ما اقصد، ربنا يخليك لنا وما يحرمنا منك ابدا. يا استاذ فواز، حضرتك راجل متعلم وقاري، نزل اختك شغلها من تاني واشرط عليها باللي انت عاوزه.
انا عمري ما اتعودت اشرط على اختي، طول عمرها عارفه اولها من اخرها كويس. النبي يا استاذ فواز، هما ليك عليا حلفان، اختك دي مفيش زيها، ما تخافش احنا كلنا معاها وحواليها. اسمعها منها هي انها مش هتشوف الواد ده تاني ابدا. حاضر حاضر يا اخويا. فين الفلوس يا نسا كوريا؟ نورتنا يا باشا، نورتنا وتعبينك معانا والله. مفيش لا تعب ولا حاجة، مش بيقولوا برضه الشرطة في خدمة الشعب؟ بس ده المحترمين بس، لكن اللي ما يحترمش نفسه ياخد على دماغه وبالقانون. أيوة كده عادة الضابط يا حلو أنت. أيوة النبي، شوف الجماعة المقرفين دول، ده كل قرف اللي يقرفكم. خد قد فلوسك. ملوش لازمة. كمل يا ابن المحضر. هذا وقد استلم صاحب البيت من الآنسة كوريا عبد العاطي المبلغ اللازم للتنكيس وقيمته 10,000 جنيه وفقا لتقدير الخبراء المختصين، وتعهد صاحب البيت بعدم التعرض للشاكين بأي تصرف قولا أو فعلا، وإلا عرض نفسه للمساءلة القانونية. تمام الفلوس؟ تمام تمام. بتمضي ولا بتبصم؟ أبصم ده إيه؟ أنا متعلم، أنا معايا كفاية. طب اختم يا أخويا. لأمي طب وأنا مالي طب وأنا مالي طب وأنا مالي طب وأنا مالي طيب يا غزالي، بس قولوا لأمي طب وأنا مالي 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 طب وانا مالي طيب يا غزالي. يا حلاوتك يا نونا ويا حلاوتك. الحمد لله على السلامة يا سيدي المعلمين. 5 دقايق بالظبط هتشيلك الملوخية على شوربة جوز الأنارب، سلقاهم ومحمراهم، هتاكل صوابعك وراهم. الله الله، بسم الله ما شاء الله، هناكل ملوخية بالأنارب، ليلتنا أنارب بعون الله يا نونا. ريح بس انت جتتك قدام التلفزيون، وانا 5 دقايق بالظبط والاكل يكون جاهز. بقولك ايه، فكريني ننزل على الجياره بعد ما ناكل عشان اجيبلك جوزين شباشب، احسن شبشبك مش عجبني. يعمر بيتك دايما كده فاكرني وكاسيني. امال الراجل اللي ما يشوفش طلبات اهل بيته ما يبقاش راجل. عندك العيب يا اخويا، عداك العب وازح. انا عايز تجيب لي جوزين شباشب اللي شايله همك ومعشراك، لكن ست البرنسيسة اللي انت عملت لها تمن ومسحت بكرامتك الارض، قلت لها هكتب لك الشقه باسمك وانزل اجيب لك عفش من دمياط لحد ما ركبتها علينا ودلدلت. وبعدين بقى نونا ولا احنا هنفتح في المتقفل ليه؟ انا بس صعبان عليا منظرك، وانت راجل كبير ومعلم وشحت كده، وانت متهزق قدامي ومهزقني معاك، وهي مستقوية بالحكومة وماشية مع الواد الضابط ده. ايه؟ هي ماشية معاه؟ ايوه. امال هيعمل لها كل ده عشان ايه؟ الشرطة في خدمة لمؤاخذة الشعب. انا بس اللي صعبان عليا كرامتك وكرامتي اللي داسوا عليها وانا راح اطلب لك ايديها. ما خلاص قصة وخلصت وحوار وراح لحاله. لا يا اخويا ما راحش الحال ولا حاجة، أنا ما استحملش قرفك وهمك وحرماني من الدنا وفي الآخر ترميني في الشوارع وبات في الجامع وبتلطم زي الشحاتين. تفهمي بقى يا نوال، اللي فات مات، أنت عاوزة إيه دلوقت؟ عايزة رد شرف، عايزك تكتب لي البيت ده كله باسمي. إيه؟ نعم يا أختي. سارة. نادر، ايه اللي جابك؟ ولا
وبعدين وبعدين اخرته ايه اللي انا فيه ده؟ يعني هفضل هربانه كده لحد امتى؟ وهثبت براءتي ازاي؟ وانا هعمل ايه لوحدي وكل اللي حواليا تخلوا عني وسابوني؟ حتى نادر، نادر اللي كنت معتمد عليه في كل حاجه وكان املي الوحيد، سابني لوحدي ومشي. انا خلاص مش قادره اثق في اي حد تاني ولا عندي امل في اي حاجه. انا تعبت، تعبت بجد، مش قادره خلاص. هايدي، انا جايه اترمي في حضنك قبل ما اسلم نفسي. سلمي نفسك ليه يا بنتي؟ في ايه؟ ابراهيم نوح ابراهيم؟ تقريبا. امضي هنا. انا؟ ايوه. ايه البتاع ده؟ ده السلع في النيابه. امضي في ايه؟ كوريا كوريا. ايه؟ ما كفايه بلح بقى يا كوريا، سبسبهولي عشان تطلع حلوه في صوره المدرسه. يو، امال الكوليه بتقولها لي كده كاني ما اعرفش اعمل الا بلح؟ طب ايه رايك بقى اعمله لك كله بلح عشان تلم لسانك ده؟ روح اقعدي هناك، هاتي راسك يا بت. صباح الخير. قول مساء الخير. ساعة بقت 2 الظهر وانت بقالك يومين لا بتصحى ولا بتنزل تفتح العربية. انا جالي استدعى من النيابة. يا سيبتي ليه، ما عملت ايه؟ هكون عملت ايه يعني؟ ما انا على حطة ايدك يا كوريا، لا رحت ولا جيت. بس لسه مصاحب لي العيال الساعة طعنوه زبلته. مصاحبهم تقوم النيابة عاوزاني؟ ما تعوزهم هم. طب وبعد بقول لك يا حبيبتي، يلا حبيبتي حلوة كده عشان نبقى قسمنا البلد نصين بين انا وامي. يلا حاسبيها شيماء. وايه اللي حلو كده؟ وبعدين كبدايك هتعمل ايه؟ هعمل عبيط ولا كاني شفت حاجه، انا بس عايز ارسى على اساس الحوار ده عشان انا مش مستريحه كوريا. انا لو فضلت عايشه بالطريقه دي اخرتي هتبقى في مستشفى المجانين مش في السجن. انا هفضل هربانه لحد امتى؟ هفضل عايشه جوه جمالات دي قد ايه؟ انت مش متخيل يا بابي الناس اللي انا عايشه معاهم عاملين ازاي؟ مش متخيل بتصرفوا ازاي؟ انا خلاص مش قادره اكمل، انا تعبت. ليه بس كده يا ست هايدي؟ طب والله يا ابو طالب بيه، والله الناس هناك في بطن البقره بيعشقوا وبيحبوا ست هايدي دي، وخصوصا بعد ما فتحت المحل بتاعها، عاملينها هناك الرئيسه. يا هايدي يا حبيبتي، ما تضيعيش نفسك في لحظه خنقه، انت بجد قدرتي تكوني قويه، عارفه يعني ايه انك تعرفي تستحملي وتعيشي في المكان اللي انت روحتيه ده، وتعرفي تقفي على رجليكي من تاني الحمد لله، وفي ظل كل الظروف دي فتحتي مشروع طول عمرك بتحلمي بيه او شبهه كمان. ليه دلوقتي عايزه تخسري كل حاجه؟ هخسره عشان ده مش بتاعي، ده بتاع جمالات اللي انا مش طايقاها ولا قادره استحملها. انا خلاص عايزه ارجع هايدي بقى. غلط يا حبيبتي، غلط يا هايدي، انت لو رحت السجن مش هتستحمليه. لا هستحمل، ده عندي اهون مليون مره من ان انا اتخمن ناس بحبها ووثقت فيها. كمان حكايه نادر دي انا مش قادر اصدقها. نادر ده ضحيه زي هايدي بالظبط، بس كل واحد بيتحمل حسب طاقته. أنا فكرت زي ما بتفكر بالظبط يا أبو طالب بيه في الموضوع ده. أنا مش عارف هتفضل تدافع عني لحد إمتى، ما كل حاجة واضحة زي الشمس، ده كل حاجة واضحة أكتر من الشمس. أكيد في حاجة إحنا مش فاهمينها، بس أنا هفضل وراها لحد ما أفهمها. يلا حبيبتي، يلا قومي كده وروحي مع شكري بطن البقرة وخليكي جدعة، خليكي قوية. حتى لو قعدتي سنتين جمالات، أحسن ما تترمي في السجن وناس تانية تتمتع بفلوسك. تقدر؟ انت مستني حد؟ انا لا مش اطلع اطلع يا حبيبي، اطلع اوضتك، اطلع اوضتك، انا مش مستني حد. السلام عليكم، ابو طالب بيه موجود؟ كنت عارفه انك هتيجي تاني، بس بصراحه ما تخيلتش انك هترجع بالسرعه دي، فاجئتني. انا بقى مش متفاجئ، لاني رجعت بس مش زي الاول يا ساره. دلوقتي انا عارف انا عايز ايه اكتر من الاول بكتير قوي. ساره انا محتاج بنت زيك في حياتي. زي ساره انا مش عايز ابقى لوحدي، وفي نفس الوقت مش عايز ابقى مع حد. نفسي جدا اخش في علاقه بس من غير ما اكون مرتبط.
تقدري تقولي كده عايز اخرج من الحالة اللي انا فيها دي، بس من غير ما اخش في حالة جديدة. وانت شايف بقى ان انا احقق لك ده؟ جدا. سارة، تعرفي ان احنا شبه بعض جدا في المرحلة دي؟ انت بنت مش زي اي بنت انا قابلتها في حياتي قبل كده. مش بتفكري بطريقة تقليدية، بيت، جواز، مسؤوليات. ما اعتقدش انك هتأذي اللي معاكي، بشرط انه ما يأذيكيش. انا شايف ان دي ممكن تكون علاقة فير جدا، واضحة وما فيهاش اي غموض. اوكي انا موافقة، بس بشرط. شرط ايه؟ ما تديش لنفسك حقوق انا ما اديتها لكش، وما تطلبش مني حاجة انا ما طلبتهاش منك. اوكي؟ قصدك اصحابك الولاد؟ خالص، انا ما بحبش التعدد، ما بعرفش اكون مع رجلين في نفس الوقت. بس انا بتاعتي انا. مش تقلقي، ان شاء الله هتبقي زي الفل. في ايه يا سندس؟ مالك مالك يا سندس؟ في ايه؟ في ايه؟ سبتيني ومشيتي. معلش يا سندس، البنت اللي هنا برضو سابتني لوحدي وانا خايفه. حبيبتي يا سندس انا جنبك، مش هسيبك تاني، بس ما تعيطيش. انا جعانه. طيب وهعمل لك اكل يا حبيبتي، وهسرح لك شعرك، وهرجعك سندس الحلوه. ما تعيطيش يا سندس، تضحكي. عايزه اكل. حاضر حبيبتي، من عينيا، وريني ضحكتك الاول. مش هسيبك يا سندس، مش هبعد عنك. انا جعانه. حاضر، وريني ضحكتك الحلوه بس. هقوم اعمل لك اكل. نفسك في ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسك في ايه يا سندوسة؟ كابوريا. بس واتا كلبت قريبة خطيبتك دي، وشكلها مقرش. انا مش عارف البت دي عدت من تحت ايدك ازاي، ما مع ان انت دنجوان بطن البقرة. يا عم واتكت ايه؟ دي بتكح قمصان نوم. البت دي اصلا كانت متجوزة واحد في الخليج ومرستش منه دنار احمر، وجات يعني بالهدوم اللي عليها. بس واتك يا عم انا مالي، ان شاء الله يكون عندها 60 سنة، المهم يبقى معاها فلوس يا عم طاعون، وتدلعني بقى وتصرف عليا. أيوة. تدلعني يا طاعون. ادون جول وقعد حلب حصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. انت فين يا ده سوكا؟ مختفي فين؟ انت اللي فين يا صاحبي؟ بقالك يومين مش ظاهر، وبتفتحش العربيه ليه؟ في ايه يعني؟ وقعت على سبوبه كده. ايه ده، اشتغلت؟ فين بقى ان شاء الله؟ في مطعم طباخ. بس اوعى تقول لكوريا على حاجه لحد ما رستق نفسي واثبت رجلي في الشغلانه. ربنا يكرمك يا صاحبي، من العين دي قبل العين دي. طب والعربيه يا عم؟ هي متلقاها الناس هنا يا سوكا، مش لاقي تاكل عيش حاف، هتاكل كبده وسجق. بص يا صاحبي، انت تديني العربيه ديت اقف عليها وتعلمني الصنعه، والنص بالنص. وعلى فكره اول لما ترجع هتلاقي العربيه ساق سليم. قلت ايه؟ ماشي يا سوكا. ايدك بقى على المفتاح يا صاحبي، اروح اظبط العربيه. وبتعالى بص عليها كده وفهمني الفوله فيها ايه. امسك. ادي الصحاب. الاصيل للاصيل. سلام يا فنان، بحبك باستمرار. انت ما قلتلوش ليه على الشغلانه؟ الواد سوكا صاحبي، بس بقي ودلدوله بتاع امه، ولو عرف اي حاجه هيروح يكب في ودن كوريا على طول. وهتيجي بقى كوريا تقول لك كباريه والنسوان والخمره، وانت عارف بقى الشغل ده. بس برضه يادجك طاعون، تديله مفتاح عربيتك. ياض عربيتك دي زي المدام، ما ينفعش تديها لحد بتاتا. وانا مديله مرسيدس؟ ده عربيه كبده. ده سوكا طاعون. سوكا بالهنا والشفا. استني بس هشوف مين اللي بيخبط. جيتك ضربة. يو انا جيت ناحيتك دلوقتي. ايوه بقول ايه؟ انا قصدك في ختن. انت بتكلميني انا؟ امال سندس؟ لا ما كنت عربية. سبتيني يا اختي خايفة وجعانة. تعالي تعالي يا حبيبتي. خالتي استني دلوقتي. خير؟ عايزاكي تكلمي لي الضابط بتاعك. الضابط بتاعي؟ ليه؟ هي مجاله استدعى من النيابة، وعايزين نعرف الاستدعاء ده ليه. انا اللي هكلم الضابط. انا هقول له ياخدك يحطك في السجن علشان انت سبتيني انا وكرهك. معلش يا خالتي، حقك على دماغي، حقك على دماغ امي الله يرحمها. بس والنبي والنبي سيبيني اشوف النصيب اللي انا فيه. ما بكلموش. نعم يا اختي، انت هتعمليهم عليا ولا ايه؟ جالي من يومين المحل وقلت له ما تكلمنيش تاني، ومشي زعلان. طب معلش يا جول، تعالي على نفسك عشان خاطر الواد، لا ينتص فيها حكم غيابي وينحبس. ماليش دعوه، خدي نمرته وكلميه انت. ما ينفعش انا اللي اكلمه، مش هيعمل حاجه.
انت اللي لازم تكلميه وتدلعي عليه عشان يعمل لنا المصلحه، بعد كده ان شاء الله تقولها في بعض. تدلعي تدلعي. بقول لك ماليش دعوه، مش هكلمه. هو ايه اللي مش هتكلميه ده؟ ليه ان شاء الله؟ كل ده عشان كرامتك يعني؟ لو انت مش حاسه احنا عاملين عشانك ايه؟ ده احنا ملبسين نفسنا قضيه عشان متسطرين عليك وكدبانين على الحاره كلها ومقسماني في اكلي وشربي ونومي وحمامي وشايله همك للنهار كانه همي. يا شيخه ده حتى لما نزلتي الصبح وغبتي قلبي وجعني عليكي كانك اختي ولا بنتي. كل ده مفيش تقدير؟ هو انت ايه؟ كان الناس دي كلها بتشتغل عندك ما بتحسيش بيهم؟ يا شيخه شحال ما كنتش جايه لك يعني وبقول لك ده انا قصدكي في خدمه. ده بدل ما تقولي لي تأموري ولا من عينيا الاثنين زي الناس الجدعان تقولي لا طبعا. صحيح اللي بيقني كلب بيطمر فيه واللي بيقني انسان بيعضه. كلب؟ ماشي يا كوريا انا كنت هكلمه لك بس دلوقتي عمري ما هكلمه، ايه رايك؟ الله يسامحك انا اكيد ما اقصدش يعني. طب حتى قول لي مساء الخير ولا انا خلاص بقيت عدوتك؟ مساء الخير يا رجاء. استنى هنا، رايح فين؟ ممكن تقول لي انت بتعاملني كده ليه؟ جرى يا رجاء؟ هو انت عايزه تتخانقي وخلاص ولا ايه؟ ده انت مش بقيت سلبي وبس ومالكش دعوه بكل اللي حواليك، لا ده انت كمان بقيت مؤذي وبتاذي كل اللي حواليك. ابو طالب بيه كان هنا وقال لي ان ابو نجوان راح له البيت وهدده وانت لازم تظهر عشان تخلصهم اللي هما فيه. وانا مال امي انا بالقضيه دي؟ انا سبت القضيه خلاص، يحلوها بقى زي ما هم عايزين. اوكي هم يحلوا القضيه بالطريقه اللي هم عايزينها، انا بقى بتعاملني كده ليه؟ انا اذيتك في ايه؟ افتكرت انا الاسطوانه ياها المشروخه دي، انا اللي ربيتك، انا اللي علمتك بعد ما ابوك وامك ماتوا، وانا اللي ضيعت عمري وشبابي عليك. ما كنت عشت شبابك رجاء وخلصتينا، على الاقل كنت بقيتي انسانه عاديه دلوقتي بدل ما انت عماله تقلدي العيال اللي عندها 15 و20 سنه في اللبس وفي الميك اب، بقيتي حاجه تكسف. الو الو مين معايا؟ ايه مش فاكر صوتي؟ لا معلش مش واخد بالي. عموما انت عندك حق تزعل مني، انا اسفه يعني عشان المره اللي اتعاملت معاك بطريقه سخيفه المره اللي فاتت، بس معلش عشان كان عندي شويه مشاكل والناس اللي انت شفتهم خارجين من عندي كانوا يعني جايبين لي اخبار وحشه، وبعدين انت طول الوقت بتعاملني كده زي ما اكون متهمه عندك وبتحقق معايا، فيعني الحاجات دي عصبتني شويه. ما تزعلش مني خالص طبعا. متهمتي ايه؟ وبعدين انا مش زعلان خلاص، المهم انت تبقي كويسه. بعدين يا ستي لو في عندك اي مشاكل ما تحكيها لي وانا هتلاقيني جنبك. متشكره. طب عشان ما اطولش عليك، كان في قريبتي كوريا اللي انا عايشه عندها يعني اللي شقتها كان عليها مشاكل، فاكرها؟ فاكرها طبعا، الكوافيره. خطيبها بقى اسمه ابراهيم نوح السيد، كان جاله استدعى من النيابه وهو قلق قوي عايز يعرف يعني الاستدعاء ده عشان ايه، فلو تقدر يعني تعرف لنا. بسيطه خالص، انا بكره الصبح اول ما اوصل الاسم اشوف لك لو ليه اي محاضره عندنا اتحولت للنيابه ولا لا، ولو في هعرف لك ايه السبب بالظبط. مش ده رقمك؟ رقمي. خلاص انا هسجله واكلمك بكره اقول لك ايه الاخبار، بس بقول لك ايه، هتعامليني زي ما بتعامليني دلوقتي مش زي قبل كده. لا 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 اكيد اكيد زي دلوقتي. يلا باي باي. ما بتكلموهش جتنا نيلة، احنا لو بنعرف نتساوي كده ما كانش ده بقى حل. بتقولي ايه؟ بقول متشكرين يا جولي. العفو يا كوريا. الو ايوه يا بابا ازيك؟ اهلا، ازيك يا ست نجوان؟ لفت الفلوس لوحدك وسايبانا حالنا متبهدل ليه؟ هو في حاجه حصلت؟ في حاجات يا اختي، امك جالها فشل كلوي وراقده في المستشفى. يا نهار ابيض، فشل كلوي مره واحده؟ هما المرتين مره واحده، محتاجه غسيل كلوي 8 مرات في الشهر ب 8000 جنيه، الجلسه الواحده ب 1000 جنيه. مش مهم الفلوس، انا هبعت لك، بس المهم ماما تبقى كويسه. بلا 60 نيله اهي رقدت، مين بقى يا اختي اللي هيصرف على البيت ان شاء الله؟ ما قدامناش غيرك.
ابعتينا كل شهر 8000 بتوع الغسيل وفوقيهم كام ألف كده لمصاريف إخواتك. مصاريفهم بقت تقطم الوسط. طيب حاضر يا بابا، أنا هبعت لك على وستر يونيو زي المرة اللي فاتت. المهم خلي بالك من ماما. يلا باي دلوقتي. ها باي. باي باي. جات كميلة في لغات أمك، ما تقولي مع السلامة. يا دي النكد اللي أنا فيه لسه هروح أفتح. طيب طيب ايه ده جايبينها لي كده ليه؟ انا لا بعرف اكل ولا اشرب ولا طفح ولا عندي نص جنيه في البيت حتى. الله هيكرمك يا ابو نجوان. انا مش طالبه يا اخويا غير اني اترمى على فرشتي، والدكتور قال ان انا هتحسن بعد الغسيل. انزلي يا اختي هاتي لك قرشين تغسلي بيهم. ايه ده انت بتكلمها كده ازاي؟ واحدة عيانة قدامك يا أخي عندها فشل كلوي، قولها ربنا يشفيكي إن شاء الله تقومي بالسلامة، مش عمال تسم بدلها كده بكلامك. جرى إيه يا أختي؟ أنت هتعملي لي فيها بلافيتة وتوعظينا؟ ما تغوري في داهية، واحد بيتكلم مع مراته، إيش حشرك أنت؟ معلش يا بنتي امسحي فيا، حقك علي، حقك علي. ربنا يكون في عونك يا أم نجوان. السلام عليكم يا أخت جمالات. هلو، أهلاً وسهلاً. مين الراجل ده؟ ده الشيخ ناصر يا سندس. أنا بحب الشيوخ قوي قوي قوي، عارفة ليه؟ ليه؟ علشان بيودونا نحج ويعلمونا نقول إيه. أنا هحج إمتى بقى؟ إن شاء الله ربنا يكتبها لك يا ست سندس. بعد إذنك يا أختي، كنت حابب ألفت نظرك لحاجة بسيطة كده. اتفضل. هذه المجسمات الموضوعة في فترينات العرض المسماة بالملكانات، ألا ترين فيها فتنة؟ يعني إيه؟ هذه المجسمات أنا ترين فيها فتنة؟ فتنة؟ دي بلاستيك. أفهم هذا جيداً، ولكنها منحوتة بمهارة كأنها أنثى متفجرة الأنوثة ملفوفة القوام. وشباب منطقتنا من الفقراء، ممن يصعب عليهم توفير نفقات الزواج لمشاهدة النساء الحقيقيات. وأنا بعيني شاهدت كثير من أبنائنا سائق التكاتئ وهم يهدؤون السرعة ليتأملوا هذه المجسمات، والعياذ بالله. العياذ بالله؟ يعني هو أنا صحيح مش فاهمة ولا كلمة من اللي حضرتك بتقوله، بس واضح إنه كلام مهم. ولكنني وقفت أراقب المحل طويلاً حتى وجدته خالياً وتجرأت وقلت أكلمك. لا أنا مش متضايقة خالص، بالعكس حضرتك يعني بتقوم بدورك شيخ في الأريا في المنطقة قصدي. والله خير القيام يا أخت جمالات، أقيم الشعائر وأقيم الصلاة وأم المصلين، كل هذا نظير 750 جنيه شهرياً بكافة مشتملاتي. مشتملاتي ما شاء الله، تبارك الله تبارك الله. بارك الله فيك. بعد إذنك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على مهلك وانت ماشي. الراجل ده عايز إيه؟ مش عرفني، بيقولي لازم ألبس المكنات. مكنات؟ لبس المكنات ويشتغلوا إزاي؟ هو أنا ناقصاك أنت كمان؟ حرام عليك. خد يا حبيبتي ردي على التليفون. ألو. صباح الخير. صباح النور. كويسة النهاردة ولا لسه مضغوطة؟ لا كويسة، بقت أحسن. أنا خليتهم دوروا على القضية بتاعت إبراهيم نوح ده، طلع معمول فيه بلاغ بسرقة ميكروباص، بس هو طبعا اتهام من غير لا شهود ولا أي حاجة، وعشان كده اتعمل له استدعاء مش ضبط وإحضار، بس طبعا لازم يروح وينكر عشان ما تتعملش قضية وتحكم عليه غياب. خلاص حاضر، أنا هقول لكوريا عشان تقول له، ومتشكرة أوي لحضرتك تعبتك معايا. حضرتك أول حاجة ما تقوليليش حضرتك. ثانية ما تشكرنيش. وأنا عايزك تخلي بالك من نفسك، دي أحسن طريقة تشكرني بيها. خلاص ماشي، يلا باي باي. مالك يا بيت؟ ساهمت كده ليه؟ صح صح الأكل عيشك، لحظاً بعدنا أقوم أكسرك. تتحط شوية زيت عليهم حتة دهن جاموسي. دهن جاموسة؟ عشان يدوا ريح، وبعد كده تروح فاقع الكبدة والسجق ورادمهم فلفل أخضر وطماطم وبهارات. لما تيجي تعبي بقى، ها؟ ما تدبش السكينة في الرغيف لحد آخره عشان ما يبهواش ويطلب مونة زيادة. بص، نص فتح، ها؟ وتمسك المقصوصة ويدوب، شوف يدوب لحسة كبدة وتكمل بطحينه. الكيلو يعمل معاك من 80 ل 100 رغيف، اقل من كده تبقى حمار. اسمع يا واد منه، ما تصدرش الطرشه يا ولا. شوفوا بيشتغل الناس ازاي عشان ما حدش يشتغلك يا عبيط. امال الزبون هياكل ايه؟ مخلي،
تدي له مخلل على قد ما تقدر، المخلل بيضيع طعم الرغيف الحار. ياكل اللي ياكل يا اخويا، ما ان شاء الله ما اكل. هو الرغيف ابو كيلو كبده و2 كيلو سجق يا اخويا. ازيك يا مسوك؟ ازيك يا سوق؟ تعالى هيما عاوزاك. ايه خير؟ القضيه اللي عليك طلعت بتاعت سرقه الميكروباص، والواد الظابط قال للبت جمالات انك لازم تروح عشان ما تمتصش فيها حكم، وبيقول لك كمان لازم تنكر، ما هو ما فيش شهود ولا حاجه. ماشي؟ ماشي، هروح بكره اشوف الموضوع ده. ماشي. بس ايه موضوع البت مع الظابط؟ منطقة ضيقة يا كوريا والريحة هتفحفح. أديها نفعتك يا أخويا، كنت هتعرف منين اللي فيها لو ما كانوش بيكلموا بعض. قشطة، طالما فيها مصلحة قشطة. البت يا أخويا عمالة توشوش في الواد، كأن إحنا غرباء، هو إحنا غرباء يا ولد؟ إحنا غرباء ياما، وخليكي في حالك بقى. الله يخرب بيتك يا سوق، يا سوق هتولع في أم اللي جابوه. إجري يا مسوكة. فاكرة؟ آه طبعًا فاكرة. هو في إيه؟ أنا بالنسبة لي مفيش حاجة. إنما أهلك لما عرفوا إن بنتهم مدمنة وإن ابن خالتها مات بسبب الإدمان وإنهم سايبين حضرتك هنا كل يوم مع راجل شكل، بتهيألي دي التفاصيل هتبقى مهمة بالنسبة لهم. أنت عايز إيه بالظبط؟ أبداً، عندنا قضية كبيرة وعايزينها تخلص بأسرع وقت ممكن. متقلقيش، كل التفاصيل اللي قلتها عنك دي محدش يعرفها غيري، ومستعد إنها تفضل سر ما بيننا، بس نتفق. نتفق على إيه؟ في معلومات معينة عايز أعرفها عن ومن نادر عالم الدين. يا أهلاً وسهلاً. أهلاً أهلاً وسهلاً فيك. نجوان خطيبتي الشيخ جاسم من كبار المستثمرين العرب. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. اليونان نورت يا شيخ جاسم. اليونان منورة بأهلها وانتوا أهلها. الله يخليك. فزي ما بقول لحضرتك كده إن الصفقة دي مضمونة 100%. ليه بقى الصفقة دي مضمونة 100%؟ لأنه إحنا دايماً عندنا في مصر أزمة سكر. إيش هالحكي اللي تقوله يا أستاذ مروان؟ أزمة سكر في مصر والسكر كله قاعد يرمي؟ آه لا 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 بتكلم بجد. أصل بص أقول لحضرتك حاجة، إحنا دايماً كمصريين متعودين نشرب كوباية الشاي خفيفة مع سكر زيادة، فدايماً تلاقي الشاي مرطرط كده والسكر هو اللي فيه مشاكل. حتى أنا طلعت في كذا برنامج كده كنت بقول يا جماعة اللي يعمل كوباية شاي بلاش 4 معالق سكر وخليهم 3، وبدل 3 خليهم 2، لكن تقول إيه بقى المصريين مزاجهم كده. والله يا مصريين انتوا سكر الدنيا كلها. الله يخليك. انتوا احلى ما في الدنيا مصر وشعب مصر. الله يخليك الله يخليك. بس ايه بقى لما بتحصل ازمه السكر دي السعر بيزيد الطقطقين او 3 كمان. ف طيب استاذنك دقيقه واحده. اتفضل اتفضل. والله اذا كنا احنا سكر فانتوا العسل كله. ايه في ايه؟ هو انت جايب الراجل ده هنا ليه؟ مش محترمك، مش شايف ان هو قاعد بيبص لي بصات سخيفه جدا؟ في ايه؟ والله وطي صوتك ليسمعك. وبعدين انا اساسا اصطدته لما لقيته بيريل على اول واحده حلو، وبعدين هو فاكر انه هيلدعني على قفايا وياخدك مني، خليه ماشي في سكته، والشاطر اللي يضحك في الاخر ويلدع القرشين. ياه، للدرجه دي انا رخيصه عندك؟ يعني انت قاعد بتلعب بيا وبتتاجر بيا كمان؟ بس يا ستي بس منورنا. بس بقى انت اتجننتي ولا ايه؟ في ايه؟ بعدين وانا قلت في لمس لا سمح الله، ده همس نظرات حاجات كده من تحت لتحت من غير ما اخد بالي منها. بس بقول لك ايه؟ كله الا اللمس. ليه؟ عشان انا راجل شرقي ودمي حامي. دمي حامي قوي. اهدي كده وفك فكي. حاضر. استاذ مروان. ايوه. صدقني انا حبيتكم حبيتكم وايد. لا ومن اليوم ورايح ان شاء الله بنوقع صفقات وصفقات كبيره. علشان انتوا تربحون واحنا نربح. قول ان شاء الله. ان شاء الله. قول ان شاء الله. الله عليك يا شيخ جاسم. ازاي يعني ليه؟ كرتون ولا كرتون؟ هو في حد دلوقتي بيبني بفلوسه؟ هو حاطط يافطه بصوره العماره على الارض واللي بيجي بيدفع. واهو من دقن وفتله. يخرب بيتك يا راجل يا ضلالي. امان عليك يا ام سوك، انا ما قلتلكيش حاجه يا اختي. اه انا مش ناقصه مشاكل معاه. مشاكل؟ هو لسه سلومة شاف مشاكل؟ ده انا هخرب بيته هو واللي يتشدد له. اللي معايا هيبقى معايا. هو عساس. اللي عليا هيبقى ورايا. اللي معايا هيبقى معايا. اللي عليا هيبقى ورايا. محدش يعرف يكسرني طول ما ربنا بقى وياي. على راس اللي يبقى عليا. اللي عليا الايام جايه مش هنسلي واقف يوم جنبي
ولا انزل استنطر بيه. اوعى انا قلبي قادر ابحقها اي حد أمبحها. انا عالي زي الجبال. اوعى اطرق يمين. الله هيما فين يا سوك؟ شمال شمال. هيما فين يا سوكا؟ ايه يا اسطى ايه؟ ثم انت ايه اللي موقفك على عربيه الكبد؟ انا شايفاك واقف عليها من امبارح قلت تلاقيه راح هنا ولا هناك وموقفك على ما يجي. ما انت عارفه ان كبداكي ما بحبش يقف على العربيه عشان اهو اهو جه اهو. انت فين يا هيما من امبارح وسايبني؟ لا اعرف عنك حاجه ولا معبرني ولا حتى طمنتني بالتليفون عملت ايه في النيابه؟ انا مش قدامك اهو. ما عملوش حاجه ما حدثونيش قلت لهم ماليش فيه قالوا لي اخلاء سبيل. طب الحمد لله. تعالى بقى شوف النصيبه اللي انا فيها. سيب بتاعي الصبح سلومه الكلب اخد الفلوس اللي اديناها له وانت كيس البيت ورايح ابني بيها عماره جديد. هلا وانت مش عرفك يا كورة انت كنت عديتي فلوس وعارفه دي فلوس ايه ودي فلوس ايه؟ يا هيما خلص البيت ما بقاش مستحمل هيقع على دماغتنا. تعالى معايا انت وسوكا نوقف له انا مش هقفل لوحدي. طب استني بس افوق وافطر واجي معاك. يا دنيا سيب عليا ياما. طب اعمل ايه يعني؟ اروح استاجر لي راجل من على القهوه يتصدر لي؟ ادم ماليش راجل يتصدر لي. بقول لك يا ابراهيم انا خلاص انا بتحط ايدي في الشقه منك. قولي قدامي قولي قدامي. يلا اهلا وسهلا. ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ خش يا ناونه واعمل لهم كوبايتين شاي. استنى نواف احنا نشوف يا اخويا اللي جايين للضايف. وديت فلوس تنكيس البيت فين يا جزار البهاي؟ ايوه يا اخويا ما تضحكش علينا بكوبايه شاي ولا ازازه قزوزه. فين فلوسنا يا راجل؟ فلوسنا اللي قاطعينها من لحم الحي. فلوسكم اه فلوسكم في الحفظ والسون. فلوسكم معايا ولا كانها في البنك المركزي عدم المؤاخذه. بطل تلف وتدور علينا. احنا عارفين ان انت خدت فلوس التنكيس وبنيت عماره جديده. ابني عمارات براحتي يا عم سوك. ايه انت هتبص لي في رزقي؟ رزقك يا راجل يا حرامي. وديت الفلوس فين اللي فتحتني عليها وخلتني استلف من اسوا اللي ما يسواش؟ وفين التنكيس يا عم الفهيس؟ ما تتكلم يا ابراهيم. بقولك يا سلوم انا ساكت من الصبح وسابك تبرطة بس من الاخر كده يا حبيبي الفلوس دي انت واخدها على ايد الحكومه وماضي على كده. هتقعد بقى تستلوح وتلوح بالفلوس يمين وشمال الحكومه هي اللي هتزعلك. ايوه بقى الحكايه كده. كل واحد يعرف واحده تعرف ظابط وماشيه معاه يفتروا على الخل. يا راجل خلي عندك فن انت يا كوريا. لا يا حبيبي واحنا كمان هنزعلك واحنا زعلنا وحش. انت مش مجرب ولا ايه؟ ايوه بصراحه يا متر هو ورا القضيه كله كان عند محامي تاني. هي كانت عند الدكتور نادر عالم الدين بس هو عنده ظروف فاحنا قلنا نلجا لمحامي تاني. انا محترم وقدر صلاحيتكم بس دي قضيه صعبه. انا محتاج شويه وقت عشان ادرسها وارد عليكم هقبلها ولا لا. بس يعني كده حضرتك هتاخرنا. انتوا عارفين ده موسم قضايا الكبار اللي في البلد واحنا كلنا خمس محامين اللي القضايا اللي من النوع ده بتروح لهم فالدنيا زحمه شويه. طب يعني ممكن حضرتك تحدد لنا ميعاد؟ لو كنت هقبلها ممكن اتاخر شويه ولو مش هقدر هتلاقوني برد عليكم بسرعه وخصوصا انكم اتاخرتوا على ما جيتولي والحكم ضد المتهمه هيصدر قريب. احنا متشكرين قوي يا استاذ عن اذنك. خلاص يا عم وهدان اخوك طاعون خارج كبدجي تحت جناحه وبعونه هم الجوز. جاك طاعون ياد يا نسر ياد ده انتوا ولادي اللي ما لمستش امهم. هي بس المصلحه رشقت علينا جت كده نقول لها لا. طب بس رشقت على الضيق دب ايدك ووسعها شويه ده احنا عشره الايام والليالي السوداء سوا. طب بس انت اعطيني بعد الوقت وانا وسعها عشان انت والنسر ما تزعلوش. انت ياد قاعد بتنبر لي زي ما كنت اشتغلت في كارفور. ياد عشت الليل مع الاشكال الوسخه دي ما تلزش وفلوسها شاربه سبيرتو لما عميانه بتطير زي النسر. يا نسر ايه المدام؟ يا ريت عملي لسه. ايوه يا نوال. ايه يا واد الدخله الناشفه دي؟ وحشتني. ملياش حق توحشني يعني ده احنا كنا ولا المتجوزين. هاتي من الاخر وارمي اللي في بطنك يا نوال. عاوزه ايه؟ عاوز منك ايه يا هيم؟ ولا عوزت منك ايه يعني قبل كده؟ وحشتني عاوز اشوفك. وانت ما وحشتنيش ولو في خراب في دنيتي هيبقى من تحت راسك انت. جرى ايه يا هيما؟ هو انا كفرت يعني اني بحبك ولا كفرت؟ سلام يا نوال انا مش فاضيلك. سلام. ومش فاضيلي ليه؟ وراك ايه يعني اهم مني؟ قلت لي عاوزه اقابلك وانا قلت لا. هنحكي في ايه تاني؟ وانا احكي معاك ليه؟ انا اقوم افتح باب الشقه واخبط على كوريا واحكي معاها واقول لها انك كدبت عليها في حكايه الفرح والهدوم اللي انت مستلفها وانك كل ليله بتطلع تتسحب وما بتجيش غير وش الصبح وشمس ربنا منوره. يعني ايه يا نوال؟ يعني تتعادل معايا وانت بتكلمني
انا هشوف كده سلومه دنيته ايه وهكلمك وانزل اقابلك. امين امين. ايوه كده. الورقه دي تروح بيها الوزاره وتسال على دكتور ايمن عبد الله وتشوف هو هيقول لك ايه. انا مش عارف يا الله ازعل على الست الغلبانه اللي فوق ديت والله افرح اني شفتك. ملوش لازمه بقى الكلام ده يا سوك. وعلى فكره لولا الموضوع ده انا ما كنتش كسرت كلام اخويا ابدا. بس هي الست دي طيبه وما تستاهلش بصراحه اللي جوزها بيعمله فيها. انا كل يوم يا ابله بكتشف انك اجمل واجمل واجمل، وانا الحمد لله عشان ربنا اكرمني قابلتك في المستشفى. انا لفيت الدنيا دي كلها مش هلاقي ضفرك. طب استنى انت بقى عشان انا همشي. تمشي تروح فين؟ طريقي هو طريقك يا ابله، بدل ما حد يضايقك يعني. يضايقني؟ انا اللي يضايقني تبقى امه داعي عليه. بعدين استنى شويه بعد كده امشي واتقل كده عشان تاخد الاتوبيس اللي بعدي، ولو لقيتك راكب الاتوبيس اللي انا راكباه هنزل منه. انا بقول لك الادب لناسه حكم القوي على المطربين. يا جولي ايه الوش اللي انت عاملاه ده؟ والله واشتغلت فيك يا غني انجليزي يا بطل البقره. يا بنت بلاش دوش انا مش عارفه اسمع الغير ومنك. اسمعي اسمعي، ما انت خلاص عيارك فلت انت كمان. شويه شويه لقيت الست هانم مدخلاكي عليا ببدله رقص وسجاره. يا سلام. خير؟ عايزه ايه يا كل؟ عاوزه منك يا حصر، انا جايه هنا زبونه اتفرج واشتري بفلوس. هو انا مش بنت وداخله على جواز ويلزمني جهاز؟ ولا تكونيش مفكراني يعني هقضي شهر العسل بهدوم الشغل؟ زبونه؟ ايوه زبونه. ايه مشبهش ولا مشبهش؟ المحل قدامك اهو، نقي اللي يعجبك بس ما تبهدليش حاجه، واللي تبهدليه ترجعي تطبقيه. اسمعي بقى اما اقول لك، اوعي تبيعي لها حاجه البنت دي، اترضيها بره. والنبي اتبطنت يا خالتي، ده المحل فيه حاجات حلوه شكلها تعجب الواد ابراهيم. بقول لك يا بنت، ما تجيبي لي الاحمر اللي على الملكان بره ده شوف. ملكان؟ الحقي الحقي ردي اوام. الو مساء النور. الحمد لله كويسه يا حضره الضابط. بتعملي حاجه بكره؟ بكره اشمعنى؟ اي حاجه يعني. لا بس ورايا المحل. كنت عايز اعزمك بكره على الغدا. تعزمني على الغدا؟ مالك بيها يا بنت انت؟ بترزلي عليها ليه؟ الله لا مش هينفع، اصل انا هنا لوحدي في المحل ومش هينفع اسيبه لوحده، قصدي يعني مش هينفع اسيبه وامشي، خليها لوقت تاني. مفيش وقت تاني، هو بكره. انا خلاص حجزت المكان والغدا. وبعدين بقول لك ايه؟ لو قلت لا هبعت لك اتنين امنا يقفوا على باب المحل، ما يدخلوش حد لغايه ما توافق. يعني اعتبر ده امر يا حضره الضابط؟ يا ستي ولا بامرك ولا حاجه. قلت ايه بقى؟ خلاص بكره اقول لك. اتفقنا. باي باي. اطلعي يا اختي هاتي لي اللي على الملكان بره ده، انت ليلتك حمرا. صباح الفل. يا صباح القشطه يا صباح الجمال. وحشتيني يا بنتي يا نوال والله. وحشتني حاجاتك الحلوه يا بنتي يا كوز العسل. دول شويه مهلبيه انما ايه؟ هتاكلي صوابعك وراه. اه قولي عاوزه تنمي على مين يا بنت قولي؟ ابدا والله يا خالتي، دايما كده فهماني غلط. ما تبقيش نوال بنت ام نوال، قولي 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 ما تتكسفيش قولي. ابدا والله انت صعبتي عليا، فقلت اقول لك ان سلومه خد فلوس بتاعت البيت بتاعت التنكيس اللي انتوا دفعتوها وراح اشترى حته ارض في الحاره اللي ورانا. قال ايه؟ عايز يبني عماره 11 دور بسانسير ومدخل رخام. يا مصيبتي بفلوسنا يا سلومه؟ يا خرابي ده انا الجمعيه لسه نحله وبر يا ولاد. ما هو انت صعبتي عليا فقلت اقول لك تلحقي قبل ما يبني. تعالي هنا يا بنت قولي لي، هو هيبني عمارة 11 دور بسانسير ومدخل رخام بفلوسنا احنا؟ بالفلوس دي ازاي يعني؟ ليه كرتون ولا كرتون؟ هو في حد دلوقتي بيبني بفلوسه؟ هو حاطط يافطة بصورة العمارة على الأرض واللي بيجي بيدفع واهو من دقن وفتله. يخرب بيتك يا راجل يا ضلالي. أمان عليكي يا أم سوكة، أنا ما قلتلكيش حاجة يا أختي. آه أنا مش ناقصة مشاكل معاه. مشاكل؟ هو لسه سلومة شاف مشاكل؟ ده انا هخرب بيته هو واللي يتشدد له. اللي معايا هيبقى معايا. هو عساس. اللي عليا هيبقى ورايا. اللي معايا هيبقى معايا. اللي عليا هيبقى ورايا. محدش يعرف يكسرني طول ما ربنا بقى وياي. على راس اللي يبقى عليا. اللي عليا الايام جايه مش هنسى اللي وقف يوم جنبي ولا هنسى اللي استنطر بيه. اوعى انا قلبي قادر ابقى اي حد. انا عالي زي الجبال. اوعى اطرخ يمين. الله هيما فين يا سوك؟ شمال شمال. هيما فين يا سوكا؟ ايه يا اسطى ايه؟
ثم انت ايه اللي موقفك على عربيه الكبد؟ انا شايفاك واقف عليها من امبارح، قلت تلاقيه راح هنا ولا هناك وموقفك على ما يجي. ما انت عارفه ان كبداكي ما بحبش يقف على العربيه عشان اهو اهو جه اهو. انت فين يا هيمه من امبارح وسايبني؟ لا اعرف عنك حاجه ولا معبرني ولا حتى طمنتني بالتليفون، عملت ايه في النيابه؟ انا مش قدامك اهو. ما عملوش حاجه، ما حدثونيش، قلت لهم ماليش فيه، قالوا لي اخلاء سبيل. طب الحمد لله. تعالى بقى شوف النصيبه اللي انا فيها. سيب بتاعي على الصبح سلومه الكلب، اخد الفلوس اللي اديناها له وانت كيس البيت ورايح ابني بيها عماره جديده. هلا وانت مش عرفك يا كورة، انت كنت عديتي فلوس وعارفه دي فلوس ايه ودي فلوس ايه؟ يا هيما خلص البيت ما بقاش مستحمل، هيقع على دماغتنا. تعالى معايا انت وسكن وقف له، انا مش هقفل لوحدي. طب استني بس افوق وافطر واجي معاك. يا دنيا سيب عليا ياما. طب اعمل ايه يعني؟ اروح استاجر لي راجل من على القهوه يتصدر لي؟ ادم ماليش راجل يتصدر لي. بقول لك يا ابراهيم انا خلاص، انا بتحط ايدي في الشقه منك. قولي قدامي، قولي قدامي. يلا اهلا وسهلا. ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ خش يا ناونه واعمل لهم كوبايتين شاي. استنى نواف، احنا رجوف يا اخويا ولا جايين للضايف؟ وديت فلوس تنكيس البيت فين يا جزار البهاي؟ ايوه يا اخويا، ما تضحكش علينا بكوبايه شاي ولا ازازه قزوزه. فين فلوسنا يا راجل؟ فلوسنا اللي قاطعينها من لحم الحي. فلوسكم؟ اه فلوسكم في الحفظ والسون. فلوسكم معايا ولا كانها في البنك المركزي عدم المؤاخذه. بطل تلف وتدور علينا، احنا عارفين ان انت خدت فلوس التنكيس وبنيت عماره جديده. ابني عمارات براحتي يا عم السوق. ايه انت هتبص لي في رزقي؟ رزقك يا راجل يا حرامي؟ وديت الفلوس فين اللي فتحتني عليها وخلتني استلف من اسوا اللي ما يسواش؟ وفين التنكيس يا عم الفهيس؟ ما تتكلم يا ابراهيم. بقول لك ايه يا سلوم، انا ساكت من الصبح وسابك تبرطه، بس من الاخر كده يا حبيبي الفلوس دي انت واخدها على ايد الحكومه، وماضي على كده هتقعد بقى تستلوح وتلوح بالفلوس يمين وشمال، الحكومه هي اللي هتزعلك. ايوه بقى الحكايه كده، كل واحد يعرف واحده تعرف ظابط وماشيه معاه يفتروا على الخل. يا راجل خلي عندك. استني انت يا كوريا. لا يا حبيبي، واحنا كمان هنزعلك، واحنا زعلنا وحش. انت مش مجرب ولا ايه؟ ايوه.